التوجيه وتفاعل الجهات الأخرى حقيقة، وأني أشكرهم جزيل الشكر وبارك الله بهم على هاي الجهود. الحقيقة إنجاز كبير وكبير جدا في هذا الظرف الصعب، أنه تصل مستشفى ميداني إلى قيادة عمليات تدخل في حرب وهي بأمس الحاجة لها وبهذه المواصفات، أعتقد إنجاز يعني أني أعجز عن وصفه، بالرغم أنه قسم قد يجوز لا يشعر بأهمية هذا الإنجاز، ولكن أني أدري هذا الإنجاز يسهم برفع معنويات المقاتلين بشكل كبير.